بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن عليه السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن وفى بما عاهد عليه الله فسنعطيه أجرا عظيما. آمنت بالله وبرسوله صدق الله العظيم. تابعنا بجمعية أوفياء العرش العلوي المجيد داخل وخارج أرض الوطن الفقر البئيس والمستفزة
التي بثتها قناة الشروق الجزائرية في إحدى برامجها التلفزية، والتي حاولت فيها تقليد بعض البرامج الترفيهية التي تعرض على القنوات الغربية، والتي تتخذ من السخرية مادة لتناول العديد من القضايا السياحية والاجتماعية. إلا أنها في سابقة خطيرة تنم عن حقد دفين للمغرب ولملك المغرب، وبنية مبيتة من زبانية النظام العسكري الجزائري الذي فقد بوصلته السياسية والدبلوماسية جراء الانتصارات المتتالية التي حققتها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي غيرت موازين القوى بالمنطقة وعززت اتقالة الشركاء الدوليين في المملكة المغربية وفي شخص جلالة الملك، ونسفت كل المخططات العدوانية التي ظل يحضرها النظام الجزائري، والتي أخذت منه جهدا وأموالا ضخمة كان من الأولى ضخها في خزينة الدولة لحل المعضلات الاجتماعية التي يتخبط فيها الشعب الجزائري الشقيق. وحيث أن القناة الجزائرية وقعت في المحظور وتخطت كل الأعراف وتخلت عن المبادئ أخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام المتعارف عليه كونيا، وتطاولت على رمز من رموز الدولة المغربية في شخص الملك محمد السادس نصره الله، فإننا بجمعية أوفياء العرش العلوي المجيد داخل وخارج أرض الوطن نعبر عن استهجاننا لهذا الفعل الشنيع والأرعن، والذي يبرز بجلاء الارتباك الذي يعرفه النظام الجزائري المتهالك، والذي يصدر إعلامه الرسمي في الواجهة لافتعال الأزمات الخارجية لتصدير أزمته الداخلية وإشغال الرأي العام الجزائري عن مشاكله الحقيقية. فإننا في الآن نفسه نعبر عن اعتزازنا بملكنا وضامن وحدتنا، ونشجب كل تطاول في حقه أو في حق المملكة المغربية الشريفة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله، باسمي وباسم أعضاء المكتب الإقليمي لجمعية أوفياء العرش العلوي المجيد بإقليم الناظور، وعلى إثر تطاول بعض القنوات الجزائرية على الشعب المغربي والمملكة المغربية في شخص محمد السادس نصره الله، نقف اليوم أمام القنصلية الجزائرية لنعبر عن شجبنا وإدانتنا لهذا التصرف اللامسؤول الذي لا يمت للصحافة بأي صلة، ولا كذلك يعبر عن حرية الرأي. ومن هذا المنبر ندعو الإخواننا الجزائر الأشقاء والصحافة بالتحديد بأن تقف في وجه هذه التصرفات اللامسؤولة، لأنها لا يمكن أن تقف في وجه المملكة المغربية التي هي دائما سائرة في التقدم والازدهار، وكذلك النجاحات الدبلوماسية التي تحققها فيما يخص وحدتها الترابية. وشكرا لكم. الأم الضعيفة مواطنة مغربية تفتخر بمغربيتها بعيدا عن الألقاب وبعيدا عن الانتماءات، مغربية تفتخر بانتمائها كمغربية. والتحية لسيدنا جلالة الملك محمد السادس حفظه الله وأعزاه وأجل قدره، تبعا للتصريحات الواهية والتي قدمتها جريدة الشروق، والتي وصفها كما يقولون شهد شاهد من أهلها. الحمد لله كاين ناس واعيين وناس يحبون هذا البلد رغم أنهم من الجزائر، شهد شاهد من أهلها، وكانوا هم أكبر جواب بالنسبة لمن قال ما قال. سيدنا حبيبنا لا نقبل التطاول عليه، فهو ممثل الأمة وأب للشعب. نحن نقبل الأيادي. تقبيل الأيادي هو محبة وتجديد للبيعة، وعاشت الأسرة العلوية الشريفة
دائمة مطمئنة آمنة هي والشعب المغربي. عاش الملك، كلنا فداك حبيبنا وسيد شعبك، كلنا فداك ولن نقبل، ونفديك بالغالي والنفيس، لن نقبل أن يتطاول أي أحد على شخص صاحب الجلالة وأب المغاربة. نقبل الأيادي ونجدد الولاء، وتحياتي للجميع. المنشودة ألقاها عميد شرطة سيد حسني حانوت مدير العام لمعهد الشرطة، ومن خلال هذا نشكر رجال الشرطة والأمن من التضحيات التي يقدمونها لصالح هذا الوطن. Thank you.
جهة الشرق ليتلو علينا البيان إن شاء الله، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد، جئنا اليوم أمام القنصلية الجزائرية بالمغرب أن نرفع بيانا استنكاري ضد تهجم قناة الشروق الجزائرية على الشعب المغربي وعلى شخص جلالة الملك محمد السادس نصره الله. إن جمعية أوفياء العرش العلوي المجيد داخل وخارج أرض الوطن لجهة الشرق، نيابة عن المكتب الوطني بجميع فروعه ومنخرطين وجميع المكاتب الجهوية بالوطن، تدين بقوة وبلهجة مشددة كافة ممارسات الإعلام الجزائري ضد المغرب ومقدساته وثوابته الوطنية الراسخة، وتعتبر أن ما أقدمت عليه قناة الشروق من ممارسات لا أخلاقية عملا عدواني وعملا همجي منحط ويخرج عن الضوابط والاستقامة تجاه جلالة الملك أمير المؤمنين وقائد الوطن ورمز وحدته، كما تسجل حسب الوسط الاجتماعي أن ما أقدمت عليه هذه القناة الاسترزاقية تحت غطاء حكومة لا ديمقراطية ولا تمثل الشعب الجزائري، لأن الشعب الجزائري والشعب المغربي شعب واحد وأخوي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إن المغرب ملكا وحكومة وشعبا يسير إلى الأمام رافعا الرأس ولن يبالي بالرصاص والقنابل الفارغة التي يطلقها إسلام الاستعمار، الذين ما فتئ الركب الحضاري والريادة الإفريقية بشهادة مفكري وسياسي الجزائر أنفسهم، وأن ما تقوم به الجزائر هو حقد أعمى دفين وغيره من بلد آمن مسالم يطلع ليكون في مصاف الدول، فإننا نطالب المجتمع الإعلامي الدولي بإدانة هذه القناة المسيئة للصحافة الدولية والمضطرة بمصالح الدول والمضرة بمصالح الدول، فبالأحرى بلدان الجوار المتقدمة، كما نعبر عن استهجاننا لهذا الفعل الشنيع والأرعن والذي يبرز بجلاء الارتباك الذي يعرفه النظام الجزائري المتهالي والذي يصدر إعلاما رسميا في الواجهة لافتعال الأزمات الخارجية لتصدير أزمته الداخلية وإشغال الرأي العام الجزائري عن مشاكله الحقيقية الداخلية،
وفي الآن نفسه فإننا نعبر عن اعتزازنا بملكنا وضامن وحدتنا، ونشجب كل تطاول في حقه أو في حق المملكة المغربية الشريفة. وأريد أن أضيف شيئا مهما، فإن الشعب المغربي يقبل يد ملكه، وأن الملك يقبل رأس شعبه، فهو هذا الملك. وشكرا جزيلا لكل الحضور الكرام، ونشكر كذلك الأمن الوطني وكل رجال الأمن الذين ما فتئوا أن يقدموا لنا مساعدات في ظل أن نواجه هذه الوباء الذي يعرفها وطننا الحبيب. وشكرا. نشكر الأستاذ أمين النجاري رئيس جمعية الشرق. والآن أيها الحضور الكريم، نختتم هذه الوقفة بالنشيد الوطني. عاش الملك.